سب جايز، محمود يزهير، مرحبا بكم في اول حلقه من محمود على الحدود. عسلامة، اسمي محمود، عمري 26 سنه، تونسي من مدينه جندوبة. بعد ما عشت فرنسا عامين عملت 16 دوله، واليوم قررت اوفيسيلمون نبدا الشين يوتيوب متاعي محمود على الحدود. الهدف منها اني نزور بلدان العالم الكل ونعمل فيديو صغيره نوريكم التجربه الشخصيه متاعي ونعطيكم معلومات على البلاد هذيك، على ماكلتها، عاداتها، تاريخها والحاجات اللي لازمكم تزوروهم، واكيد العمله متاعها والترانسبورت سيستم، وهذا الكل بارخص تكاليف. الفيزيون تاع الشين هذه هو محمود شخص عادي يخدم 5 ايام في الجمعه، لكن مع كل كونجي ياخذه يسافر لبلاد جديده. صحيح كيف تبدا ساكن في الاوروب الحكايه اسهل، هذاك علاش نحبكم تاخذوا عين تونسيه تشوفوا بها مقدونيا، كولومبيا، نيوزيلندا، اي بلد يجي في مخك. وبتبيع الكاليتي نتاع لي فيديو باش يمشي يتحسنوا. اول ما بديت نصور بسيلفي ستيك هذايا، بعد انفستيت وشريت جيمبل باش يخلي الفوتج سموث اكثر، وكيف كيف شريت ميكرو اكسترن كيف هكا باش يخليني نحكي اكثر مع الكاميرا ونتجنب الفويس اوفرز في الفلوج نتاعي. ان شاء الله يعجبكم الفلوج اللي باش نهبطهم. وهذا الباك باك نتاعي اللي كل ما نسافر نهزه معايا ونخيط عليه العالم نتاع الدولة اللي نسافر لها، خاطرني من الصغر مريض بالفلاجز والمابس. دوك تابعوني على اليوتيوب، على الفيسبوك، على الانستغرام والتيك توك. يلا نسافر العالم مع بعضنا. سي يو ان انذر كانتري. سلام.